يعطيكم العافية. نبلش بعض السؤال سريعا، نفس الأفكار الماضية، خلاص مش قاعد نطول فيديوهات. نفس الشيء بقول لي هذا ريلايز دي فريم ريست عند البوزيشن 1، يعني في 1 0 1 جرافيتي 0، باخذ الدم هون 1 0. بقول لي إذا الستيفنس له اللي هي الكيث باوند لكل انش، تمام. بقول لي الان ستريتش لينث له 24 انش، تمام. الان ستريتش لينث له 24، يعني طوله الابتدائي 24، طوله اللي بدي اطرح اطبق نص كي اكس تربيع، هاي في 1 صح؟ في 1 الاستيك وكم؟ 24 زائد 24 48، راح منها ايش؟ 24 انش هي الان ستريتش لينث، هاي لما احكي ترب نص كي اكس ترب. ما اجي بوزيشن 2، بوزيشن 2 في 2، في 2 الاستيك طول الوتر، هذا الوتر كم طوله؟ هاي 24 وهاي 24، يعني بجذر 24 تربيع زائد 24 تربيع طبعا ناقص ايش؟ 24 اللي هي الانستريتش لينك الثابت تعطيني الاكس 2 من الكل تربيع. الجرافيتي سالب 24 جي، في هون هذا بالفيت 32.2، الاتش اللي هي الاربعه هي اللي هي 6. شو ضل عندي بس هيها في 1 0 الثاني الكتاب بكون مسميات وغير هم سالب ام جي اتش هيها. نص كي اكس تربيع هيها نص اثنين في 12 هاي التحويل، والاثنين اللي هي الستيفنس 24 هيها 24 على كل تربيع، هاي 24 اصلا هاي 24 42 ناقص 24 هي 24. الحالة الثانية 24 جذر 12 اللي هي نفسها جذر 48 تربيع، 12 التحويل بس عشان لما اعوض بالجذر بس. يعطيكم العافية.